تركت أمنية وظيفتها الحكومية ودخلت غمار تجربتها الخاصة. تحدي البدايات لازم خطواتها الأولى، لكنها مضت بثقة لتطوير مشروعها. في هذا الجانب من معرض صنع في السودان بالخرطوم، تستعرض أمنية لزوار المعرض منتجاتها الخاصة من الجلد الطبيعي. تجتهد في استحداث تصاميم جديدة لمنتجاتها الجلدية أملا في الوصول بها إلى دائرة العالمية. عشان ما أتنقل لشغل الخاص اضطريت أني أخلي وظائف بشغل منتجات بتاع الجلد الطبيعي، كلها جلد طبيعي تنفيذ يدوي بالكامل. الهدف أنه نستفيد من المواد الخام ونحاول بقدر الإمكان إن شاء الله نقلل العطالة في السودان، نزيد إضافة بتاعة عمالة وكذا. عشرات الشباب من الجنسين وجدوا لأنفسهم مساحة في باحات المعرض. طبيعة المشروعات هنا تختلف وتتنوع، مساحات واسعة للمشغولات اليدوية وأخرى لمشاريع تبدو واعدة. معرض صنع في السودان شكل منصة أيضا لابتكارات شبابية جديدة. اخترعنا الفارد، هو براءة اختراع سودانية بتحل لنا 4 مشاكل أساسية في قصة إعداد العينات الدم الرقيقة. المشكلة الأولى مشكلة النفايات الطبية اللي كسرت استخدام الشرائح في الطريقة القديمة، والفارد ممكن استخدامه 1000 مرة مع تعقيمه. توفير المبالغ طائلة جدا كانت بتهدر في الطريقة القديمة. وتسعى الحكومة عبر فكرة صنع في السودان إلى تحفيز الشباب وتشجيعهم للدخول في آليات الإنتاج المفيد، فأعداد العاطلين عن العمل في ازدياد والحاجة لبدائل اقتصادية تبدو ماسة، وهو ما يسعى المعرض للإسهام فيه. صنع في السودان مشروع فتح الباب أمام الشباب من أصحاب المشروعات والأفكار الاقتصادية، مشروعات وإن بدت صغيرة فإنها تمثل جسرا لكثير من الشباب السوداني لتجاوز الظروف الاقتصادية المعقدة بالبلاد. نزار البغداوي، العربي، الخرطوم.